ومن هذا الحوار إلى بشرى سارة بنحملها لأوائل الخريجين الذين يستحقون التعيين في الجهاز المركزي للمحاسبات. كاميرا مصر في يوم صاحبتهم وعرفت إيه هي الإجراءات ومن الذين يستحقون هذا التعيين. نشاهد. بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صباح اليوم في تلقي أوراق أوائل دفعة 2013 تمهيدا لتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة. بنعين دفعة أوائل الكليات دفعة 2013 على جميع أجهزة الدولة، وانت زي ما انت شايف كده وتفاعلت مع الطلبة وشفت هم مبسوطين قد ايه، وان شاء الله نقدر نلبي لهم طلباتهم ونودي لهم في الاماكن اللي تتناسب مع مؤهلاتهم. احنا هنخلص تلقي الطلبات لحد يوم 15/2، وبعد كده نبتدي التوزيع ان شاء الله، يعني ممكن استلام الجوابات يكون على 1/3 ان شاء الله. الاوراق المطلوب من اول الخريجين هي صورة المؤهل بس وصورة البطاقة، وبقية المسوغات كلها الاصلية بياخدها لما يجي يروح يتعين في الجهة اللي هو رايحها. كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد وافق في 31 من أكتوبر الماضي على تعيين أوائل دفعة 2013، وذلك على الدرجة الثالثة التخصصية، في الوقت الذي عبر الأوائل عن سعادتهم بهذا القرار. بنملى استمارة تعيين أوائل الخريجين دفعة 2013 علشان هم يوزعونا ويجيبوا لنا جواب الترشيح، يعني على المنطقه على المكان اللي احنا هنروحه. واحنا كان نفسنا يكون في رغبات واحنا هنكتب يعني المكان اللي احنا هنروحه. جينا النهارده مضينا كتبنا الاستماره ومحل الاقامه والرغبه، يعني محافظه الرغبه اللي احنا عاوزين نشتغل فيها، وبس وقدمنا شهاده التخرج والبطاقه. هم طمنونا، هم قالوا لنا ان شاء الله نستلم في خلال شهر من دلوقتي، فكده تمام الحمد لله. يعني احنا كلنا فرحانين زي ما انت حضرتك شايف كده، وزمايلنا فرحانين، بس كنا عاوزين الفرحه دي تكتمل بان احنا يبقى في رغبه للوظيفه نفسها. بظل الظروف خطوه جديده، بدايه جديده، فرصه جديده للشباب، افضل من الاول بكتير. تاتي اجراءات تعيين الاوائل على مستوى الجمهوريه بالتزامن مع تبني رئاسه الجمهوريه برامج لتدريب وتاهيل الشباب المصري في كافه التخصصات، وذلك خلال الفتره القادمه. عمرو موسى، قناه دريم.